قام حزب الله بتسليم النائب العام القاضي سعيد ميرزا المعطيات والقرائن التي تحدث عنها الأمين العام حسن نصر الله حول اتهام إسرائيل باغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري. وقالت صحيفة السفير اللبناني اليوم أن حزب الله تكتم على مضمون ما جرى تسليمه إلى ميرزا، وهل يتضمن فقط ما أعلنه السيد حسن نصر الله أم يشتمل على معطيات غير معلنة؟